بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم فيديو آخر باش نبردحوا بعض الحوايج اللي كان وقعوا فيهم ما كردوش لهم الباب، ولكن تكيفوت علينا الوقت وكنلقاو بأننا وقعنا فيهم وما كناش عارفينهم. هدرت لكم في الفيديوهات الاخرين على البوستا باغا اللي مع الكوبراتيفا وشنو كيوقع فيها وشنو المشاكل اللي كنطيحوا فيها وما كنكونوش عارفينها. وهاد المرة غادي نحكي لكم على ترونسفيرتا وعلى الكونتريبوتي شنو اللي يمكن لي يوقع لينا من بعد مرور السنين. كونتريبوتي في الاول انه ما كيكونش عندك الحق فيهم، خصوصا مع الناس اللي كيخدموا مع الكوبراتيفات. وحاجة اخرى بانه اننا ما كنتوصلوش بالمستحقات ديالنا كما هي وكما عطاها لنا الحق والقانون، لهذا ما كيكونش عندنا الحق باننا تكون عندنا مراتية، يعني اننا الا مرات وهادي نجلس في الدار وهادي نتخلص وهادي ما كيكونش عندي الحق فيها. انني فاش كتكون عندي عطلة كنمشي كنسافر كنرجع كنبدا ازيرو، يعني ما كنتخلصش، ما كيكونش عندي واحد المدخول اللي شهري اللي غادي نجي وغادي نبقى بانني كيتسناني واحد المدخول اللي غادي نصرف به وغادي نعيش به، يعني خصني واحد شهرين ولا ثلاث شهور يعني عاد باش نعاود من الاول. وحاجه اخرى ترونسفيرتا هي انه واحد القانون عاطيه الحق بمساعدات للاشخاص اللي كيخدموا مع الكوبراتيفات، وكيجي مول الكوبراتيفا كيديكلاري بها بان هاد الناس هادو يعني كيمشيو يخدموا ترونسفيرتا. كنخدموا ترونسفيرتا ولكن امتى عندي الحق في ترونسفيرتا وكيفاش خصها تكون ترونسفيرتا؟ ترونسفيرتا كيكون عندك الحق من بعد واحد الكيلومترات من المكان اللي كتكون فيه الخدمه ديالك، يعني اكثر من 30 كيلومتر، ما بين 25 30 كيلومتر يعني. وهذا دليل على انه من المكان اللي كتكون فيه يعني ريزيدنتي فيه كتكون عندك الحق. المكان اللي كتخدم فيه يعني وفيت واحد 25 كيلومتر يعني عندك الحق في ترونسفيرتا، كيديكلاري بها صاحب العمل يعني مول الكوبراتيفا، وكيكون عنده دلائل بانه راه خدام. لهذا ترونسفيرتا يعني كتلقى فيها مشاكل من بعد واحد الفتره، يعني خص يكون عندك دليل بانك كتمشي ترونسفيرتا ويبقى عندك لمده سنين، لانه ما يمكنش تعرف امتى غادي يحاسبك على ديك ترونسفيرتا. ديك ترونسفيرتا هذه يعني واحد المبلغ انه كيديكلاري به مول اللي مخدمك، كيديكلاري به الليمس او المكان اللي انه اللي خاص بهاد الترونسفيرتا هذه. انا المهم ما عرفتش بالضبط فين كاين هاد المكان هذا، ولكن اللي عرفت ان الترونسفيرتا هذه يعني راه غنتحاسب عليها واحد النهار. هذا يعني الدوله كتقول ربما غادي نمشي نبدل الدوله ولا هذه، خصوصا بان ملي كتاخذ الجنسيه كتمشي واخا تبدل الدوله، النهار اللي غتبغي تبدل الباسبور ديك الدوله هذه كيقولوا لك راه كانت سالوك قدا وقدا، خصك تخلصها عاد ساعات، لان كاين واحد القانون من الاتحاد الاوروبي كي يفرض عليك بانك ضروري هذوك الفلوس ترجعهم اولا الباسبور ديالك، حتى لو كانت عندك جنسيه ومشيتي لدوله اخرى انه ما يمكنش لك تاخذ الباسبور اولا تجدد الباسبور الا خلصتي ديك الفلوس هذوك. وحاجه اخرى كاينه واحد الاتفاقيه ما بين الطاليان دارت مؤخرا انه فيما مشيتي غادي تحاسب او لا غادي يتابعوك حتى لو مشيتي رجعتي لبلادك، يعني رجعتي لبلادك غادي يتابعوك على ديك الفلوس هادو. لهذا الانسان ما كيكونش راه بالو لهاد الحوايج هادي. هادو فيما يخص الترونسفيرتا وغادي نوريكم كما وريتكم في فيديو سابق، غادي نزيد نوريكم هاد الترونسفيرتا هادي يعني تقريبا المبلغ شحال كيكون فيها. لهذا حنا كنشوفو بانه راه السوايع اللي خدمتي راه ماشي هما هادوك السوايع اللي محطوطين، ولكن من بعد ما كتشوف بان ديك السوايع اللي خدمتي وزائد ترونسفيرتا يعني بحال كيوصل لك لديك السوايع هذيك، ولكن انت ما واخدهمش، ما واخد لا فلوس ترونسفيرتا وعاد ضايع في السوايع ديالك، يعني هاد الناس هادو ربي غادي يخلصهم قبل كل شيء. يعني حتى لو جا عندك وطلب منك السماحه وعطاك رزقك اولا رجع لك ديك الشيء اللي كانت هذيك، اولا في حاله انه يعني مشى وقال لك انا غنتكلم بالترونسفيرتا، ولكن انت ما عارفش امتى غادي يجي ويحاسبوك، يعني من بعد 6 سنين 7 سنين 10 سنين 15 عام، يعني في اي وقت يجيو يحاسبوا، خصوصا بالناس اللي كيشريو ديور هنايا. غادي نشري الدار هنايا ولكن كتقول انا بحال كان الدار ديالي
راه من حقي، ولكن النهار اللي غادي يجيو يحاسبوك راه عندهم دليل باش يشدوك، يعني الدار غادي يحاسبوك عليها، غادي يقولوا اما غادي تعليك او لا تمشي فايت، يعني هاد القضيه هذه غادي يحاسبوك عليها. وزيد عدد من الاشياء، او لا هم كيحبسوا لك الطوموبيل، او لا كيمشيو لك البوست اب ديالك، يعني فاش كنتي فاش كتخدم شي شركه ولا هادي كيتابعوك، كيمشيو البوست اب ديالك، كيمشيو يعني تخلصوا هما الاولين عاد ديك الساعات نتايا ما كيهمهمش، المهم القانون كيطبق عليك. لهذا خصكم تردوا بالكم هاد الحوايج هاد، وخصكم يعني اي واحد خدام مع كوبراتيفا او لا حتى لو كان في الشركه مرسم وهذه، يعني يكون كيعرف البوست باكا اشنو فيها وشنو اللي يمكن انه غيجي في واحد الوقت وغادي يتابعوه عليه او لا غادي يحاسبوه. لهذا ضروري انهم الناس اللي خدامين هنا في اوروبا يعني يكونوا متابعين هذه الاشياء هذه وما يغفلوش عليها. لهذا انا ان شاء الله باذن الله غادي نحاول ندير واحد الفيديو على تفاصيل ديال بوست باكا، خصوصا بوست باكا ديال الشركات يعني ديال الكوبراتيفا ما نقدرش نحللها وما نقدرش نعرف شنو في التفاصيل فيها، يعني خصها وقت طويل لان حتى شي حاجه ما واضح فيها. ولا هضرتي مع مول الكوبراتيفا كيقول لك سير عند القانون، والقانون كي يعني كيقول لك واحد المسيره طويله، سير انه خصك تفاصيل هنا وسول على هذه وسول على هذه، ويعني واحد الطريق طويله اللي ما غاديش توصل للنتيجه. وحاجه اخرى يعني انا غادي نحكي لكم عاوتاني فيديو اخر ان شاء الله باذن الله كيفاش عرفت هاد الترونسفيرتا وكيفاش توصلت بها وكيفاش انني يعني لقيت بان هذيك ما من حقيش، واني شنو المشاكل اللي غادي يوقعوا ليا وشنو. لهذا غادي ندير لكم فيديو خاص بالترونسفيرتا وعلاش وكيفاش بانها ما خصهاش تكون من حقك، ما خصكش انك يعني تغفل عليها وتكون واعي بهذه الحوايج هذه. وبالنسبه يعني لواحد التحليل صغير غادي نديرو على البوستا باكا بالنسبه للاشخاص اللي بالنسبه للفيريا او لا مالاتيا او لا تريديتشيزيما او لا حوايج اللي كتكون خاصه بي اللي من حقك، وعلاش الدوله كتاخذ هاد شي حوايج اللي خاصين بالدوله كتاخذهم كتقطعهم من البوستا باكا. ان شاء الله في فيديو اخر قريب غادي ندير لكم واحد التحليل مبسط، يعني ما عرفتش يعني غنحاول نديرو عربي وايطالي باش يكون واضح لبعض الاشخاص. ما عرفتش واش كاين اجانب اللي ما كيعرفوش العربيه، ممكن ندير هاد الفيديو هذا بعربي وايطالي باش يعني يكون واضح فيه بعض الاشياء. ومن بعد كنقول لكم يعني نتمنى لكم التوفيق في كل حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله.